الحنطة هي من الأطعمة الموصى بها لمحاربة العديد من الأمراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر. تساعد على إنقاص الوزن وتقلل الشهية، وتحتوي على مستويات عالية من البروتينات والألياف. نقوم بوضع الحنطة ووضع الماء من الصنبور ونتركها لمدة 15 إلى 30 دقيقة. خضار مجمدة أو طازجة، كمية من نوع اختيار. نوضع ماء ساخن كمية غير محدودة، لأنه إحنا حنتخلص من الماء. نتخلص من الماء من الحنطة، نوضعها بالوعاء. تقريبا بتأخذ 10 دقائق، هي هيك نضجت بعد 10 دقائق من الغلي. نطفي النار ونتخلص من الماء. طبعا المقود مطفي. نجيب معلقتين من معجون الطماطم، نوضع نصف كوب ماء ساخن وقليل من الملح ورشة فلفل أسود والقليل من الكمون. نوضع الصلصة وبنغلق الوعاء وبننتظر لمدة 10 دقائق، وهيك أصبحت جاهزة. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية المهتم بالغذاء الصحي. يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.